السلام عليكم في الفيديو اللي فات استنتجنا المعادلة المساعدة اللي من خلالها هجيب قيمة ألفا وبعدين أعوضها أعوضها هنا إي أس ألفا إكس وهطلع حل المعادلة دلوقتي تعالوا نطلع قيمة ألفا ماشي هقول لكم على الثلاث حالات اللي فيها دلوقتي دي معادلة ماشي أه من الدرجة الثانية من معادلة تربيعية اللي هي بسموها كوادراتيك فانكشن ماشي بتتحل بقانون مميز قانون مميز اللي هو ألفا بتساوي قانون مميز سالب ب موجب أو سالب جذر جذر ب تربيع ناقص اربعه اى اربعه اى سي, سي على اتنين ايه اي. في تلات حالات هنا عندنا الحاله الاولى لما يكون اللي تحت الجذر ده موجب معناه انه طبعا عشان الموجب والسالب يبقى معناها هيطلع لي حلين يبقى معناه الفا واحد والفا اثنين زي ما انا قلت لك انه المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه لازم يكون ليها حلين وانا دلوقتي طلعت قيمتين للالفا اللي هو معامل الاس في الاكسبوننشال معناه ان انا هطلع حلين ومن خلالهم هطلع الحل العام بتاعنا طيب أه الحالة التانية الحالة التانية لو كان اللي تحت الجذر ده صفر معناه ان الموجب والسالب هنا مش هتأثر معايا يبقى انا هطلع حل واحد طب واحد هيسألني دلوقتي حل واحد يبقى انت مع معناه الفا واحدة اللي هو معامل الأس في معناه ان انا هيبقى عندي حل واحد طب ازاي انت عمال تقولي المعادلة التفاضلية من الرتبة التانية ليها حلين، وده سؤال هنجاوب عليه في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، بس هي برضه هتفضل حلين مش حل واحد، <applause> الحالة التانية لو تحت الجذر ده رقم سالب معناه إنه في حقيقة الأمر العدد ده كله تحت الجذر ده رقم سالب يعني. الجزء اللي تحت الجزء اللي هو فيه الجذر ده اهو هيطلع عندي عدد تخيلي ماشي عدد تخيلي زائد عدد حقيقي اللي هو لما هتوزع اللي هو هيبقى سالب ب على اتنين ايه يبقى عدد تخيلي زائد عدد حقيقي بنسميه عدد مركب طبعا هنا في زائد وناقص يبقى هو هيطلع لي عددين مركبين ماشي العددين المركبين دول بيكونوا مترافقين وهقول يعني ايه مترافقين ده كله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله يبقى هيطلع لي عندي ألفا واحد وألفا اتنين ماشي بس دول ايه كومبليكس كومبلكس ماشي ده ريل حقيقي ماشي وده برضو ريل حقيقي وده كومبلكس طيب <applause> تعالوا نبدأ كده في الحالة الأولى ماشي طيب آه. افترض سؤال مثلا سؤال زي ما تيجي بقى تيجي طيب تعالوا نقول كده واي دبل داش زائد مثلا واي داش زائد واي بتساوي صفر سنة انا افكر احط الارقام ايه ماشي طيب يبقى دي معادله تفاضليه متجانسه من الرتبه الثانيه خطيه طريقه حلها انه هي في الحقيقه داله exponential ماشي بس انا عايز اجيب قيمة الاكسبوننشال ده مش هقعد اعمل كل اللي عملته، هحط المعادلة التفاضلية المساعدة على طول اللي هي، الفا تربيع زائد تلاتة الفا زائد اتنين بتساوي صفر، دي ممكن تحللها بقانون المميز او ممكن تحللها بسرعة ماشي، هتحط الفا. وهنا هتحط الفا تساوي صفر هقول ايه عددين اضربهم في بعض يديني اتنين معناه ايه يديني اتنين يعني ايه ايه عوامل الاتنين الواحد والاتنين أو السالب واحد والسالب اتنين بس الشرط التاني بقى ده شرط أولاني الشرط التاني ان انا هجمعهم يديني تلاتة يبقى هم ايه فعلا الواحد واتنين ماشي يبقى تحط هنا زائد واحد هنا مثلا زائد اتنين ماشي يبقى الالفا واحد بتساوي سالب اتنين ماشي والالفا اتنين بتساوي سالب واحد ماشي من خلال من خلال كل قيمة الفا هطلع حل خاص ماشي يبقى هنقول الواي واحد بتساوي اي اس سالب اتنين في الاكس والواي اتنين بتساوي اي اس سالب اكس ده حل خاص وده حل خاص ماشي كمان انا نسيت هنا اضربهم في ثابت هو ده حل خاص اللي هو واي واحد اي اس سالب اتنين اكس ده حل خاص بس لو ضربته في ثابت برضه هيفضل حل خاص بس اعم شوية وهنا هضرب في ثابت ثابت تاني هجمعهم في بعض يديني الواي جنرال سوليوشن اللي هو بتساوي سي واحد اي اس سالب اتنين اكس زائد سي اتنين اي اس سالب اكس طيب ده حل عام تعالوا نشوف كده الحل العام ده مثلا يعني ايه حل العام ده معناه طب افرض دلوقتي انه السي واحد بصفر ماشي معناه ان الحد ده كله هيتلغي يبقى هيرجع لي الحل الخاص اللي هو ده هو يبقى انا من خلال الحل العام اقدر اجيب اي حل خاص تاني في الدنيا طب افرض معايا تاني انه السي واحد بصفر والسي اتنين بواحد ماشي يعني هيبقى الحل عندي اللي هو اي اس سالب اكس وده يعتبر حل خاص من الحل الخاص ده هو. يعني من خلال الحالة العامة انا اقدر اجيب اي حالة تانية خاصة اي حالة تانية اقدر اجيبها طيب دي كانت فكرة بسيطة عن المعادلات التفاضلية المتجانسة والحالة الاولى من طريقة حلها اللي هي تحت الجزر يكون عدد موجب فمن خلاله هطلع قيمتين للالفه اللي هي معامل اه الاس بتاع الداله الاسيه ماشي ومن خلال القيمتين دول هطلع حلين خاصين ماشي هجمع الحلين الخاصين دول هيديني الحل العام بتمنى ما اكونش لخبطتكم اه انا ما في بالي مثال فافترضت هنا مثال فبتمنى ما اكونش يعني في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الحاله التانية اللي هي لما تكون تحت الجزر او ممكن اتكلم عن الحالة التانية اللي هي الحالة التالتة اللي هي لما تكون تحت الجزر سالب نشوفكم في الفيديو اللي جاي سلام عليكم